يسجل اول اهدافه مع ريال مدريد. ايمانويل إيديبايور التوكولي اذا يحتفل في هذه الامسيه بانه سجل للفريق الابيض في ثاني ظهور له، لذلك كانت فرحه كبيره من لاعبي ريال مدريد، من جماهير ريال مدريد، بإيديبايور الذي سجل في الدقيقه 94 في الدقيقه الرابعه من الوقت المضاف. اذا إيديبايور يحتفل، ومره اخرى القيمه هنا معنويه لان ريال مدريد متاكد من تاهله، هنا إيديبايور يؤكد ذلك ويسجل اول اهدافه مع ريال مدريد بعد هذه الضربه الركنيه. الكره لعبت قصيره ثم لسانا ديارا رفعها هناك الى إيديبايور، هدف اسمر من الفرنسي لسانا ديارا الى التوغولي ايمانويل إيديبايور الذي بعد حادثه اطلاق النار على حدود انغولا كاس الامم الافريقيه الماضيه في غانا، طبعا يعني كاس الامم الافريقيه لم تشارك فيها توغو، الاتحاد الافريقي حرمها وإيديبايور قال لن العب دوليه بعد ذلك، بعد ذلك الرعب الذي صاحب الفريق واطلاق النار عليه في الحدود. على كل حال إيديبايور في اللحظات الاخيره يسجل.